اليوم اللي تنظفت فيه الجزائر من العصابات وتنظفت فيه الجزائر من المال الفاسد وندخله من البوابة الواسعة إلى الجمهورية الجزائرية الجديدة إن شاء الله لا يظلم فيها أحد ولا تشترى فيها دمة ولا يدخلها المال الفاسد. جزائر الجزائريات والجزائريين وحدهم، لا تملى علينا من الخارج أو من الداخل أي إملاءات. ما نفرضوش المقاطعة على الناس اللي باغين يصوتوا، اللي حاب يصوتوا هما الأغلبية يمشي يصوت. ما نديروش كما داروا لنا، داروا لأولادنا ونساو خوتنا وخواتاتنا في فرنسا.